سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم خرج هذه الخريجه هذه كتشارك هذا المنظر هذا اللي هو مرميلات. غنشارك معكم ان شاء الله هذا النهار هذا، لان كيف ما شفتوا في اللايف وهدرت فيه حسيت بالعيا بزاف، وقررت بانني واخا نشبر واحد النهار عطله ونحاول نجدد الطاقه ديالي ونشارك معكم هذا الفيديو هذا الصغير. هذا الفيديو هذا كيف ما كتشوفوا هو مدينه طنجه في المكان ديال رميلات. هذا هو البحر، ها انا طلعت فوق هذه الحجيره هذه باش نصور لكم المنظر. صراحه الاحسن الاحسن الوحيد ملي يحس براسو عيان ويحس براسو بانه ما قدرش يكمل في الخدمه ديالو يشبر ولو واحد النهار باش يكمل. صراحه حسيت بالعيا بزاف وقررت بانني نخرج اليوم كيف ما قلت لكم باش ان شاء الله نرجع للخدمه ديالي ونرجع للقناه ديالي. طبعا ها هو المنظر، كنتمنى يعجبكم. اليوم غنوركم الدوره في رميلات باش تشوفوها الناس اللي ما كيعرفوا مدينه طنجه بطبيعه الحال كيعرفوا هذا المنظر هذا، والناس اللي ما ساكنين في طنجه غنشارك معكم هذا المنظر الغزال. وكيف ما قلت لكم انا في اللايف بزاف ديال الاخوات اتصلوا بيا بعد اللايف بانهم بزاف حسوا بالارهاق بزاف بعد رمضان، خصوصا الناس اللي كانت عندهم خدمه بزاف. هاد الناس هادو كنوجههم واحد الرساله اللي حتى انا ان شاء الله نعمل بها. الا حسيتي براسك يعني مضغوطه اكثر من اللازم قبل ما تكره الحاجه اللي انتينا كتخدم فيها، حاول تعطي راسك واحد شويه ديال الراحه. واحد النهار مثلا تخرج للبحر، تخرج للطبيعه، ما تمشيش شي واحد وتقول لي بانني لا انا بدلت الجو. تبدل الجو هي تخرج طبيعه او تمشي للبحر، يعني اللي فيها مناظر صراحه طبيعيه اللي تخليك تجدد الطاقه ديالك. انا الحمد لله اليوم خرجت وحسيت واحد شويه ديال التحسن، لان صراحه كنت كنحس براسي لو زدت شويه او زدت ضغطت على راسي واحد نهار اخر عن وقف الخدمه ديالي. كاين الناس اللي كيقولوا لي كيفاش انتينا عاد كره هاد الحاجه هادي، وهي الحاجه مزيونه كتخدم كتبتكر كيف ما كانت، راه هي خدمه بالنسبه لي راه انا كيف ما كتشوفوا عندي قناه كنجاوب الناس كنعمل فيديوهات واخا كديلي من وقتي واحد 5 دقائق، ولكن ملي كنصور اولا خصني نعمل الجديد راه كيدي من وقتي واحد نص ديال النهار. الاخوات اللي كنجاوبهم، كان عندي جروب في الواتساب، كان عندي جمعيه كليانات كيفاش كتعامل معاهم، الروتين ديال رمضان كيف ما كتعرفوا الخدمه كتكون زايده واحد شويه. دابا دخل الصيف عاوتاني كاينه الاعراس والمناسبات، يعني كاينه واحد الضغط ديال الخدمه عليها. منادم اللي يحس براسو مضغوط ما فيها باس يخلي واحد النهار لراسو يعمل شي حاجه كتعجبو مثل الرياضه، يعني تحاول تخرج من الروتين ديال الخدمه ديالك. فحال انا صراحه ما نقدرش نعمل الرياضه لان دغيا كنمل من الحاجه، خصني نشوف شي حاجه جديده باش نخرج من الروتين اللي انا عايشه فيه. مثلا كتعجبني الخياطه العصريه او التقليديه، غنحاول ان شاء الله نشوف شي مدرسه باش نعمل شي حاجه جديده. واخا انا الحمد لله عندي في الصاله، ولكن خصني شي حاجه جديده اللي نتعلمها. هيدا كنتوما الا كنتو خدامين شي حاجه وكديكم اكثر من الوقت ديالكم، حاولوا تشوفوا شي حاجه جديده تكتشفوها تعلموها، سواء بالمدرسه او بالجمعيه، حتى ولا ما كان عندكم لا جمعيه لا مدرسه، بامكان اي حاجه في اليوتيوب تعلموها مثل الاعمال اليدويه، كيفاش تزين الدار ديالك بحاجات بسيطه. صراحه كاينه بزاف ديال الحاجات في يوتيوب اللي كتستحق منادم يعملها في الدار ديالو. المهم هذه هي النصائح اللي نقدر انا ننصح بها الاخوات، خصوصا اللي كيمروا بضغط نفسي فحال الخياطات، فحال الناس ديال الراندا كتبقى شبرا الجلابه، كتبقى شبراها 15 يوم 20 يوم شهر اللبسه وهي ما كتحرك لا هيدا لا هيدا.
يحاولوا على الصحه ديالهم، لان كيف ما كنعرفوا حنا دائما الصحه لا تعوض بثمن. واخا تشبر ما نعرف شحال شبرتي، راه ما يمكنش تعوض صحتك. النظر ديالك ما حاولت تعتني به، يعني ما تخدمش في سلاسل الالوان المغلوقه، ما تخدمش بالليل، تحاول تخدم في النهار، يعني تداود الله سبحانه وتعالى. يعني احسن ساعه ديال الخدمه هي الخدمه ديال الصباح، يعني ملي كتكون القايله والداود ديال الله احسن من الداود ديال او حتى الضوء ديال الصناعي اللي كنعرفو حنايا. هاد الايامات انا شريت واحد البوله بيضاء ليد وقيلة ليد، هذيك صراحة ساعدتني بزاف في الخدمة، بزاف ساعدتني بأنني كنخدم بها، وكتظهر لي الحاجة مزيانة، خصوصا الألوان المغلوقة، لأن كنت كنجبر صعوبة في العقيق، ما كانش كيبان لي مزيان، الألوان ما كانتش كتبان لي. ودابا صراحة ساعدتني بزاف في الخياطة. مهم البنات اللي كيخدموا بالليل كنصحهم بهاد البولة هادي باش يعملوها. تشري غير السلك ويمكن تعملوه في البريز، وديك البوله يعني تضوي بها في المتعة ديال الخدمه ديالك. مهم هذه هي النصائح اللي نقدر ننصحكم بها، وانا كيف ما شفتوا حاولت نبدل هذا النهار هذا ونشاركه معكم. مهم نشارك معكم جميع المواطع اللي مزونه، وتقولوا لي الراي ديالكم. قريبا ان شاء الله هنزل واحد الفيديو خصوصا ديال البنات الصغار، الاعمال اليدويه خصوصا البنات الصغارين. كيف ما كنعرفوا يعني دابا مجه صيفيه والبنات الصغار كيبقاو في الدار، ما كيجبروا ما يعملوا. ولهذا بغيت نعمل واحد طريقه جديده على قناه يوتيوب، انها واحد طفله صغيره تعلمهم حاجات ديال الاعمال اليدويه، ونحل ونعلموا البنات ديالنا الخياطه من الصغر. يعني عتبدا معاهم براسليات، يعني الطريقه جد سهله، وديك الساعه عاد كتبدا معاهم طريقه مبسطه كيفاش يتعلموا التنباس، كيفاش يتعلموا الطرس. انا غنعلمها بالفيديو بطريقه مباشره، وهي ان شاء الله بالطريقه ديالها الصغيره غتعلم بنات صغار. هانتوما كتشوفوا هذا المنظر، هذا هنايا كاينه جبرت الناس بزاف كيعملوا اعمال يدويه صراحه، بحال اللي شفتوا راه هو كيبان لكم واحد الطاووس كيعدلوه بالاعمال اليدويه. اجي تشوفوا، شفت هذا الباساج هذا، اجي مشيو فيه، واحد المنظر مزيون عجبني بزاف. وكنخرج من هذه الشجره هذه اللي فيها الالوان، ها هي شوفوها، ها هي. كنتمنى المنظر يعجبكم، ها هو. صراحة منظر هنايا مزيون بزاف عجبني. شنو هو؟ واحد الحاجة خصك صباط أو حذاء رياضي باش تمشي مزيانة. وهيدا كيفاش كوزت نهاري، كنتمنى يعجبكم الفيديو، وكتبوا لي التعليقات ديالكم كيف جاتكم هذه الخرجة هذه، ومع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.